شو صار لليوم رح يكون عن مشاكل الكملك في تركيا. مؤخرا وفي سبيل معالجة بعض هذه المشاكل، أصدرت المديرية العامة لدائرة الهجرة قرار يقضي بإعادة تفعيل بطاقة الكملك أو الحماية المؤقتة بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا. ولكن رغم هذا القرار ما زال آلاف سوريين يخشون اليوم من موضوع تفتيش على بطاقات الكملك. عن موضوع الكملك وعقوباته وكيف يمكن التعامل معها قانونيا هو موضوعنا لليوم بعد هذا التقرير. لم تعد محطات الميتروبوس آمنة كما في السابق، ربما هو حال لسان آلاف السوريين ممن يقطنون اليوم في مدينة اسطنبول التركية. ورغم أن وسيلة النقل هذه تعد من أسرع وسائل النقل وأفضلها في المدينة، ولطالما أثارت إعجاب السوريين، إلا أن قسماً كبيراً من هؤلاء اللاجئين باتوا يخشون التوقيف داخل هذه المحطات، حيث يكثر أفراد الشرطة الذين يتحققون من بطاقات السوريين القانونية أو ما يسمى ببطاقة الكملك، وإلى أي المدن تعود هذه البطاقات؟ هذا القلق شمل أيضاً العديد من الشوارع والساحات العامة في المدينة، إذ كثرت في السنة الأخيرة حالات التوقيف والتأكد من بطاقة السوريين وأوراقهم بالأخص. ففي السنوات الماضية سنت الحكومة التركية قوانين ومخالفات جديدة بخصوص أوراق السوريين وإقامتهم، فرضت بموجبها شروطاً بخصوص استخراج الكملك أو استقرار اللاجئ السوري في مدينة غير المدينة التي أخرج منها تلك البطاقة. ويعاني اللاجئون من تضارب المعلومات حول طبيعة المخالفة القانونية في حال تم توقيف شخص يحمل بطاقة كملك لا تعود لمدينة اسطنبول. هذا التضارب شمل كذلك مسألة كيفية تحويل بطاقة الكملك من مدينة إلى أخرى. هموم الكملك وطريقة إخراجها أو تعديلها غدت اليوم لدى غالبية اللاجئين السوريين من الهموم التي ينامون ويستيقظون وهم يفكرون بها خوفاً من الترحيل إلى مدينة أخرى، فهل من إجراءات وحلول قانونية تخفف شيئاً من هذا القلق؟ لا، الحديث أكثر حول هذا الموضوع، نحن متشوقين يعني عم نسأل أسئلة هيك تحت الهواء. راح يكون معنا عبر سكايب عبد الله سليمان أوغلو، صحفي مختص بشؤون اللاجئين، وفي الاستوديو المحامي أسامة عبد الرحمن. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدأ حديثنا بدي أرجع أذكر بسؤال حلقتنا لليوم، هل لديك معلومات كافية عن طريقة تحويل الكملك التركي من ولاية إلى ولاية أخرى؟ بدنا ننوه كمان السؤال موجود على صفحتنا على الفيسبوك، وأي حدا عنده استفسار أو تعقيب على الموضوع أو معلومة نحن أكيد بانتظار استفساراتكم. بدي أبدأ معك أستاذ أسامة، كنا عم نحكي أنه في كان عمليات ترحيل من ولاية لولاية تانية بحسب الكملك، إذا كان موجود كملكه بولاية تانية شو أعدادهم ووين كانت الحملات وين صارت؟ هلأ هي اللي صاروا الحملات الرسمية هي أربع حملات صاروا، واحدة بمنطقة السنيورت هي كانت البداية هنيك، والثانية نعم. بمنطقة زيتون بورنو، والثالثة بمنطقة الفاتح، والرابعة بمنطقة بندك. هلأ الأعداد اللي ترحلوا بندك للطرف الآسيوي نعم. فالأعداد اللي ترحلوا يعني أعطي أعداد بشكل تقريبي، يعني بالسنيورت كانوا حوالي 215 شخص رجعون على ولاياتهم، يعني ما ترحلوا ترجعون على ولاياتهم، يعني كتعبير بيكون أفضل، يعني على ولاياتهم هي المكان اللي صادر منها الكملك. الكملك تماما. وبالنسبة لزيتون بورنو بحدود 135 شخص، والفاتح بحدود 200 شخص، وبالنسبة لبندك حوالي 54 شخص. طبعا هذا الشيء هي حملات كانت حملات رسمية، يعني انه مشتركة بين إدارة الهجرة والبوليس، بس دائما البوليس لما عم يقوم بعمليات تفتيش على بطاقة الحماية المؤقتة ويكتشف انه هذا الشخص مقيم هون يعني بشكل غير نظامي، يعني مقيم هون هو ما بيحق له إقامة هون لأنه كملكه أو بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة فيه صادرة من غير ولاية، فممكن يتخذ بحقه إجراءات تانية، منها أنه مخالفة، منها تحويله لإدارة الهجرة، يعني هي بتكون إجراءات تانية. طب ما في استثناءات معينة؟ مثلا في حال تم السؤال أنه أنت من وين الكملك، منين حاصل على الكملك، ولكن أنا عندي مثلا مكان عمل هون وعندي إذن عمل بهاي الولاية. تمام. هلأ يفترض فيه لما بيكون عنده إذن عمل أو عنده مكان عمل هون باسطنبول، أنه يفترض فيه أنه ينقل
الجزء الاول اول شيء نقول بطاقه الحمايه المؤقته ينقلها لاسطنبول، بعدين بيستخرج اذن العمل، لانه اذن العمل الولايه ما بتمنحه الا اذا كانت وثيقه الحمايه المؤقته صادره عن نفس الولايه، يعني وزاره العمل ما بتمنح اي اذن عمل الا اذا طبعا بموجب الحمايه المؤقته، الا اذا كان بطاقه الحمايه المؤقته صادره عن ذات الولايه الشخص يعني اللي بده يشتغل فيها ذات الولايه، ما بيقدر ما بيعطوه اياها اذا من غير ولايه. نعم. طيب رح نحكي اكثر عن هالموضوع خاصه نقل الكملك من ولايه الى اخرى، ولكن بدي انتقل للاستاذ عبد الله. يعني مشاكل كثير عم يعاني منها السوريين على صعيد استخراج الكملك، برايك شو السبب؟ يعني نتيجة تنقل السوريين بكثرة بين ولاية لولاية أخرى أكيد عم تصير مشاكل في نقل الكملك، بعض الولايات مثل اسطنبول عم بتشدد كثير في موضوع نقل الكملك وأحيانا عم بيغلقها تماما، لكن في بعض الحالات الخاصة يمكن نقل الكملك إذا كان في أقرباء من درجة الأولى تقبل بنقل الكملك، أو إذا كان في حالة صحية يحتاج إلى معالجة في ولاية أخرى بإثباتها بتقارير طبية يمكن نقل الكملك. ايضا في بعض الحالات كان في بعض الولايات تقبل اذا كان هناك فرصة عمل، مجرد وجود عقد بين الشخص عقد مبدئي طبعا دون اذن عمل، مثل ما قال الاستاذ لا يمكن استخراج اذن العمل الا بالولاية التي صدر منها الكملك، فلذلك في هذه الحالات يمكن نقل الكملك. ايضا في حال تحديث البيانات إذا كان أحد أفراد الأسرة أو أقرباء من الدرجة الأولى موجودين في ولاية أخرى أثناء تحديث البيانات أيضا كان الأمر هذا متاح في ولاية غازي عنتاب وفي بعض الولايات الأخرى. نعم. يعني الموجود بولاية غازي عنتاب فينو ينقل مثلا لولاية تانية أورفا مثلا أو هاتاي أو شيء، ولكن ما فينو ينقل لإسطنبول تحديدا. يعني اسطنبول هي اكثر مدينه فيها ضغط نتيجه وجود عدد كبير من السوريين ووجود فرص عمل حقيقه لانها مدينه كبيره ووجود اقرباء ربما لكثير من السوريين في مدينه اسطنبول، فلذلك يفضلون الانتقال الى اسطنبول. طيب لكن في في حال بدي نقول بالعكس يعني من اسطنبول لولايه ثانيه، الامر في عنتاب كان متاح في موضوع تحديث البيانات متاح، او اذا كان في اقرباء من الدرجه الاولى او اذا كان طفل مسجل في مدرسه مثلا في غازي عنتاب ايضا الامر متاح في مدينه غازي عنتاب في ولايه غازي عنتاب. نعم. استاذ اسامه، يعني الحملات بتكون مستمره؟ يعني حكيت عن اربع حملات لانه كثير بسمع من شباب وناس خايفين نمشي، خايفين ننتقل مثلا اذا كانوا ببيلكدوزو ينزلوا على الفاتح او حتى يتنقلوا اذا كانوا مثلا موضوع مخالفين، وشو ممكن اذا التقطوا فينا نقول شو بيكون عقوبة على الصعيد القانوني؟ تماما. هلا هي الحملات مستمرة أكيد، بس نحن الأكثر من الحملات هي الانتشار لنقاط التفتيش، يعني بأي محطات متروبوس أو محطات المترو أو بالشوارع العامة يعني منتشرة نقاط التفتيش. كمان هدول البوليس يملك سلطة أنه يحرر مخالفات أو يتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. هلا أغلب الإجراءات حتكون أول مرة، يعني لما هذا الشخص لأول مرة أنه بيتوقف وبيكون هو مخالف، يعني أنه مقيم بالولايه الغير الصادره عنا بطاقه الحمايه المؤقته الخاصه فيه، فبتكون هي عباره عن جزاء مادي، يعني عباره عن مخالفه ماديه ماليه بتكون بحدود بين ال 600 ليره وال 1000 ليره تركي. هي بالاضافه لتحرير ضبط بحقه ومطالبته بمراجعه مديريه الهجره الصادره عنا بطاقه الحمايه المؤقته خلال فتره معينه، خلال فتره اسبوع ل 10 ايام لازم يراجع هنيك، كمان هنيك ممكن يتخذوا بحقه اجراءات معينه. هلا المره الثانيه اذا هذا الشخص نفسه كمان توقف ممكن ينحال لإدارة الهجرة، وإدارة الهجرة ممكن تحوله للمحكمة، المحكمة بتنظر بملفه بقى. يعني هي الإجراءات القانونية المتخذة، بس موضوع أنه التوقيف والترحيل بيختلف هذا الموضوع، يعني نحن ما فينا نقصد هون غير المخالفات القانونية، أما موضوع التوقيف والترحيل هذا صرنا بشيء ثاني، يعني ممكن أنه يكون ارتكب جرم جنائي أو شيء، ممكن هون يتحول للمحكمة أو لإدارة الهجرة، ممكن تقرر المحكمة وإدارة الهجرة ترحيله خارج الأراضي دوكية. التركية يعني ما ممكن أي حدا مخالف بموضوع الكملك أو حتى ما معه كملك أنه يترحل؟ هلأ بالوقت الحالي لا، هلأ لحدية هلأ ما عم يتخذوا قرارات ترحيل إلى سوريا مثلا أو إلى المناطق الآمنة بسوريا. نعم. هلأ هي بحالات أنه إذا ارتكب جرم جزائي أو جنائي فقط عم بيرحلوا على سوريا، يعني مبدئيا غرامة مالية وبعدين ممكن تحول بعدين ممكن تحول على المحكمة. يعني هلأ أول مرة غرامة مالية، بس بعدين المرات التالية إذا تكررت بصير في نظر بملفه، يعني كل مرة هو صار عنده ملف بملفه صار في إنه جزاء معين. طب شو الحالة اللي ممكن يعملها؟ في ناس غير حاصلين على ختم دخول وما معهم كملك مخالفين وما قادرين أساسا، هلأ يمكن ما في يمكن طريقة. هلأ بالنسبة لإسطنبول واقفة بشكل، يعني منح الكملك لأول مرة أو الوثيقة الكملك لأول مرة واقفة بشكل كامل، يعني
هلا هدول يفترض يراجعوا غير ولايات. هلا بورصه كانت هلا يعني مفتوحه، السكاريا هي المناطق القريبه، ازميت، هدول كله عم يمنحوا بطاقه القريبه من اسطنبول، القريبه من اسطنبول. فهو يفترض فيه انه مشان يصلح وضعه القانوني يستخرج بطاقه الحمايه المؤقته من اي محافظه او ولايه قريبه من اسطنبول. هلا هو مقيم باسطنبول مرتكب مخالفه، اما لما بس عنده وضع قانوني يعني هو تحت الحمايه المؤقته، اما لما ما معه شيء، ما معه اي اثبات ورقه، ممكن كمان تمام مخيف. هلا احيانا في اشخاص بيكون مع جواز سفر بيتغاضوا عنه، اما احيانا في اشخاص بيكون ما مع اي اثبات شخصيه، فهذا بيوقفوه يعني بيتوقف، بيتحول على اداره الهجره تنظر بامره. فلهيك نحن بننصح هذول الاشخاص انه لا، نحن بنستخرج بطاقه الحمايه المؤقته من غير ولايه ونحافظ على وضع قانوني معين. يعني صرت انا شخص ذات يعني اقامتي بتركيا ذات صفه قانونيه، عندي مخالفه بس انا مقيم بشكل قانوني بتركيا. نعم، وللاسف في كثير ناس يعني قاعده بدون اي اثبات مثل ما ذكرت، يعني لا كملك ولا جواز كمان ولا شيء. هون الشخص نحن يعني في اهمال بهذا الموضوع تماما، في ناس عندها اهمال بهذا وفي الموضوع، وفي ناس صار لهم فتره طويله تماما يعني اساسا قاعدين من ايام لما كانت مفتوحه التقديم على الكملك، فما بعرف ليش الناس كان عندها اسباب معينه كانت تخاف، يعني تقول لك انا هون مثلا تركيا تعتبر اوروبا، اذا بصمت هون انا وبعدين طلعت على اوروبا ما عاد في كسر بصمه، هذا موضوع ثاني كانت الناس تفكر فيه. نرجع للاستاذ عبد الله، يعني دائما عم نسمع عن اعاده تفعيل بطاقه الكملك واخراجها، ورغم هالشيء عم نسمع انه في مشاكل، يعني شو السبب برايك؟ هل هو عدم معرفه السوريين بالقوانين؟ يعني موضوع اعاده تفعيل الكملك للعائدين طبعا الى سوريا، في بعض الولايات طبقت بشكل مباشر من كل سهاطه مرعش، لكن في عنتاب حيث اقيم انا حتى الان ما طبق القرار. اليوم سمعت انه تم تشكيل اللجنه بهذا الخصوص لبدء باستقبال طلبات الاسترحاب، ويتم مناقشه هذه الطلبات وعرضها على لجنه امنيه، فان كان الشخص ما في عليه مشاكل سيتم منح اعاده تفعيل بطاقه الكملك مره اخرى واعطائه كملك جديد. انا اريد ان اشير بموضوع منح الكملك لاول مره في مدينه غازي عنتاب. الامر متاح حاليا، تطبيق في غازي عنتاب، عم يتم توقيف دوريات في بعض المناطق اللي فيها كثافه السوريين، السوريين عم يراجعوا هالدوريه عم يقولوا نحن ما عندنا كملك، فعم ياخذوا بياناتهم الشخصيه، بيتم بحث امني حول هؤلاء الاشخاص، وبعد ذلك خلال فتره شهر او شهرين عم بيتم ارسال رساله من اداره الهجره بضروره مراجعتهم لاستكمال عمليات اخراج الكملك. نعم، ماذا بخصوص، عفوا بس السؤال ما جاوبتني عليه، ماذا بخصوص معرفه السوريين بالقوانين التركيه؟ يعني هل عم تقوموا باي حملات توعيه لتعريفهم بهذه القوانين؟ يعني غالبا السوريين نتيجه نشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي نشيطين جدا، فاي خبر فيما يخص الكملك او ما يخص الاقامه اي او اي شيء يخص السوريين ينتشر كانتشار النار في الهشيم يعني، فلذلك ما في اي مشكله في معرفه الاشخاص عن الاخبار اعاده تفعيل كملك او استخراج كملك، فلذلك غالبا عندهم معلومات كافيه حول الموضوع، وسائل الاعلام وقناتكم الكريمه ما بتقصر في هكذا مواضيع، عم يتم بشكل دائم توعيه المواطنين على القوانين الجديده وعلى الاجراءات الجديده الخاصه بشؤون السوريين. نعم، ولكن مثل ما ذكر يمكن استاذ اسامه في بعض الاهمال. قبل ما نكمل حديثنا خلونا نشوف الانفوجراف التالي حول اخر القوانين المتعلقه ببطاقه الحمايه المؤقته للسوريين في تركيا وراجعين. أستاذ أسامة، في مشان موضوع نقل الكملك من ولاية لولاية ذكرت أنه في استثناءات معينة، ممكن تخبرنا عنها؟ تماما، هلا في عندنا أربع استثناءات نحن لنقل بطاقة الحماية المؤقتة من ولاية الأخرى. هلا نحن بالنسبة لإسطنبول هي عم تكون يعني أكثر الولايات تجديدا موضوع نقل الكملك. هلا نحن مثل ما ذكر الأستاذ قبل شوي هن أربع حالات تقريبا، هن إذا كان الشخص بيدرس
بجامعة تركية أو بجامعة تركية باسطنبول فبينقلوا له الكملك، إذا كان مريض وعلاجه مو موجود بأي مشفى بتركيا إلا باسطنبول كمان بينقلوا له الكملك، إذا كانت كل أفراد العائلة من الدرجة الأولى مقيمين باسطنبول إلا هو كمان بتنتقل الكملك. هلا بالإضافة لعنا في استثناءين جدد هون عم يقبلوا فيهم إدارة الهجرة باسطنبول لنقل الكملك، هي إذا شخص عنده شركة ورأس مال هي الشركة هو كان الشخص يعني الشركة الوحيدة رأس مالها 300,000 ليرة وشركة فعالة عم يقبلوا ينقلوا له الكملك لإسطنبول، أو إذا كانت الشركة فيها أكثر من شريك ورأس مال الشركة فوق 600,000 ليرة كمان بدها تكون شركة فعالة كمان عم يقبلوا إنه لنقل الكملك لإسطنبول، يعني إذا كان غير ولاية وعنده شركة بإسطنبول هلا صار هذا الشيء عم يقبلوا يعني عم يعطوا هذا الاستثناء. بحالات يمكن العمل والجامعة ممكن يقدم إثباتات معينة، بس بحالة المرض أو العائلة شو الأوراق ممكن يقدمها؟ هلا بالنسبة لل المرض هو تقرير طبي بيكون من المشفى انه هي انه العلاج باسطنبول بمشفى معين يعني فهون بتلتزم في اداره الهجره بتنقل. بالنسبه للعمل بده يكون في عقد عمل، طبعا بده يكون موجود عقد عمل لنقل الكمله. بالنسبه للاقارب اكيد كل الاقارب بيكون عندهم رقم كمل يعني بطاقه حمايه مؤقته برقم عائله واحد، فهون بيكون هو بيجيب اي اثبات انه نحن عائله واحده من دفتر عائله او بيان عائله. واذا بالعكس يمكن ما بيطلب هاي الاجراءات من اسطنبول لاي ولايه؟ لا هلا من اسطنبول لاي ولايه بيكفي انه يستكمل اوراقه القانونيه ياخذ اذن نقل من اسطنبول لغير ولايه، طبعا مع تعليل السبب، يعني انه انا انتقلت لعمل ثاني برات اسطنبول بده يعلل السبب طبعا. طبعا بالاضافه نحن الاستثناءات قلنا بده كمان الشخص لازم يستكمل اوراقه القانونيه، يعني يجي شخص انه مقيم مثلا باسطنبول وانا معي اذن او معي عقد عمل مصدق وبدي انقل كملك لاسطنبول ما بيقبلوا، بيقولوا له رجع على ولايتك جيب لنا اذن نقل من الولايه بعدين تعال لعنا بننقل لك. اما يعني انه احيانا في اشخاص تقول لك انا راجعتهم وما رضوا ينقلوا لي، طب انت راجعتهم بس انت مستوفي للاستثناء بس ما لك مستوفي الاوراق القانونيه المتطلبه للنقل، يعني الاوراق المطلوبه للنقل لازم الشخص يكون مستوفيها حتى يتم عمليه النقل. نعم استاذ عبد الله، فيما يخص يعني البعض استغل موضوع الشروط والعقوبات بخصوص الكملك والانتقال بين المدن دون اذن سفر، وصار في تهريب للناس بين المحافظات خاصة اللي مثلا من عنتاب لإسطنبول. لأي حد هذه الظاهرة منتشرة وشو العقوبة؟ يعني في صار كثير مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي او مجموعات وسط اشخاص يملكون سيارات، في حالات صارت منتظمة تقريبا من ولاية الى ولاية اخرى من عنتاب مثلا لعطاي الى إسطنبول ايضا، فلذلك الظاهرة منتشرة بعنتاب خاصة من لا يستطيع استخراج إذن سفر أو من لا يملك كملك حتى، فلذلك يمكن متابعة هذه المجموعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي أنه يلاقي رحلة مناسبة وينتقل، وكثير كثير منتشرة حقيقة هذه الظاهرة. لكن في حال إيقاف هذه السيارة من قبل أي دورية طبعا يتم فرض مخالفات أو على الأقل إعادتهم إلى الولاية التي أتوا منها مثلا عنتاب إذا كانوا مسافرين على إسطنبول. هل عم يقوم بأي إجراءات قانونية ضدهم بهذا الخصوص؟ لا، بالنسبة لعنتاب يا أما بيتم أحيانا فرض غرامة مالية أو إعادتهم إلى عنتاب، ما بيتم إجراء ترحيل أو إجراء مثلا سجن أو أي شيء آخر. نعم بدي ذكر انه نحن على البث المباشر على الفيسبوك وفي اسئله اجت من بعض الناس. في قيس عم بيقول انه انا زوجتي واولادي معهم كملك وانا ما معي، كيف بقدر اطلع بهي الطريقه؟ هلا هذا الشخص نحن يعني بنقول له انه طلع، اذا هو مقيم باسطنبول لو طلع كملك من غير ولايه وكونه كل افراد العائله موجودين بهي الولايه حاول انك تنقل، انت يعني منضوي تحت الاستثناءات اللي قايله عنها اداره الهجره، فممكن تنقل كملكك لاحقا لاسطنبول انه عيلته موجوده باسطنبول وكمالك تبع اسطنبول، فهو بس هو لازم شرط انه يستخرج بطاقه الحمايه المؤقته من غير ولايه. اميره كمان عم تسال، اللي ترحل ورجع على تركيا تهريب بيقدر يطلع كملك؟ هلا اللي ترحل نرجع نشوف سبب ترحيله، كونه غالبا لما بيترحل اي شخص من تركيا بسبب جنائي او اي سبب كان عم يحطوا له منع لمده 5 سنين، فهذا الشيء عم يكون مستحيل انه يرجع يقدر يصحح وضعه القانوني الا بعد انتهاء فتره المنع اللي هي 5 سنين. ام خالد عم تقول طيب كيف ممكن استخراج كملك لشاب دخل تركيا تهريب وما معه عائله وهو باسطنبول؟ تمام، هلا باسطنبول ما في كملك هلا حاليا، بده يراجع غير ولايه ليحصل على بطاقه الحمايه المؤقته. بدي اسالك على موضوع تحويل الكملك لاقامه سياحيه. تمام، توقفت يمكن من فتره، هلا رجع في اجراءات مثلا معينه؟ هلا لهلا يعني هو في استثناء هيك طلع من 2015 يعني بفتره اللي انفرضت فيها الفيزا على السوريين،
فهو كان استثناء بسيط طبق لفترة وهلأ واقف. يعني هلأ في أحيان بعض الأشخاص بيقولوا أنه إذا الشخص استخرج بطاقة الحماية المؤقتة من تاريخ دخوله يعني خلال دخوله لتركيا أول 3 شهور أو أول 90 يوم فهو يعني قبل ما يخالف ممكن أنه إدارة الهجرة تمنحه بطاقة إقامة سياحية أو تبدل له الكملك من بطاقة حماية مؤقتة لبطاقة إقامة سياحية. يعني في استثناءات؟ في استثناءات بس مو كل الموظفين عم يطبقوها. لأنه بنخاف في بعض المكاتب بتقول لك تعال وعم نسمع وعم نشوف أنه في ناس أخذت. هلا في بعض يكون تمام هلا هي هون بترجع على تقدير موظف إدارة الهجرة، يعني بتقدم له الأوراق ممكن يقبلها ممكن ما يقبلها، وممكن يقبلها وترفض بعدين لاحقا. يعني هي عم تكون انه لاداره الهجره، يعني قرار لاداره الهجره. ونحن طبعا بننصح الناس انه دائما يكونوا واعيين لانه يعني الحالات النصب كثير منتشره. طيب فبده يكون الانسان واعي. يعني استاذ اسامه، في حال تم القاء القبض على اي شخص عم يتجول بين الولايات وما معه اذن سفر، شو لازم يعمل؟ هلا هذا الشخص هو رح يعرض حاله للمسائله، اول شيء هو رح يفرضوا عليه غرامه ماليه او جزا، نحن حكينا عنه قبل شوي انه بين 600 ليره وال1000 ليره، ورح يقرروا ترحيله نفس الولايه او بيعطوا ورقه انه لازم تراجع اداره الهجره بالولايه اللي صادره عنا بطاقه الحمايه المؤقته الخاصه فيه خلال فتره معينه، هي للاول مره. وبعدين بده يلتزم فيه بده يلتزم طبعا بده يلتزم يرجع لولايته ولا كيف؟ طبعا بده يرجع لولايته، مو بس يرجع لولايته بده يراجع اداره الهجره لانه هو مقرر بحقه ضبط، والا ممكن هون يعرض حاله للمساءله القانونيه، ممكن يتعمم اسمه، ممكن يعني في كثير اجراءات. طيب شو بده يفترض يلتزم؟ يعني في شباب كثير عم تحاول تطلع اذن سفر وعم بيقولوا انه ما في اذن سفر، وفي بيقول لهم هذا الموضوع بعدين. هو راجع لاداره الهجره، يعني هو الاسباب الامنيه دائما عم تكون انه عم تمنع موضوع تنقل اللاجئين، الضغوط بالولايات الثانيه كمان عم تمنع. اسطنبول عم يعطوا اذن سفر؟ نادرا جدا، يعني بالحالات الضروريه القصوى حتى عم يعطوا. بدي بس باختصار معلش لانه الناس عن جد عم تبعت اسئله وحابه انه نجاوب عليها. مازن عم بيقول انا جبت عقد عمل وشركه حكوميه وما نقلوا لي الكملك مع مدعمات بالاوراق. سؤال ثاني، بعد اذنكم اللي معه كملك 3 سنين بيحسن يطالع اقامه سياحيه ويدفع مخالفه؟ جاوبنا على هذا السؤال، بس بالنسبه لل هلا هذا بده يحاول مره ثانيه يعني يراجع اداره الهجره، احيانا من موظف لموظف تختلف المعامله، فهو يرجع يعني يستكمل اوراقه القانونيه كامله ويشوف شو النقص، يعني يستفسر الموظف انه انا شو الاوراق المطلوبه مني انا لا اقدر انقل الكملك. بالنسبه للم الشمل للاقارب من سوريا، شو شروط لم الشمل ياسين القدام؟ هلا شروط لم الشمل الزوج للزوجه او بالعكس، والاب للاولاد فقط، هي الحالات لم الشمل. هلا بعتقد بقيه الاسئله يمكن جاوبنا عليها. محمد الهلال عم يسال كمان شيء حكينا فيه، وفراس وحدا بده رقم تردد القناه، هلا ان شاء الله بعطيكم رقم تردد. بخصوص سؤال حلقة اليوم، هل لديك معلومات كافية عن طريقة تحويل الكملك التركي من ولاية إلى أخرى؟ طبعا هذا السؤال نعم، يعني بس 17% ولا 83%، يعني هذا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه انه اغلب السوريين ما عندهم معلومات عن القوانين التركيه، الثقافه القانونيه للاسف معدومه عند السوريين، عم ناخذها من طريق الطريقه غير الصحيحه. الدوائر السوريه، انا دائما بقول هالكلمه، الدوائر الحكوميه السوريه عقدتنا من موضوع المعاملات وموضوع بس نحن للاسف نحن ما منتابعين، يعني الموقع الرسمي لاداره الهجره دائما عم ينشر الاخبار باللغه العربيه، يعني عم حتى عم ينزل القوانين بعض الموقع؟ القوانين موقع اداره الهجره الرسمي. اداره الهجره بينزل اي تحديث؟ بينزل اي تحديث، يعني أي أخبار ممكن تصدر عنه هي ذات مصداقية دائما. يعني نعم أستاذ عبد الله، تعليق أخير فيما يخص النسبة، كانت نعم 17% ولا 83%. يعني هي المشكلة أحيانا في خلاف التطبيق بين ولاية ولاية أخرى، بين الموظف موظف آخر بنفس الولاية، فهذا عم بيشكل لغط أكيد عند السوريين الموجودين. يعني أحيانا نفس الحالة بين شخصين، حالة تمشي وحالة ما تمشي، فلذلك هذا الجانب بالفعل في مشكلة في المعلومة. أيضا عدم معرفة اللغة التركية بالتأكيد كمان مشكلة أخرى، ما في وسيلة تواصل سليمة بين الشخص السوري وبين الموظف، فلذلك ربما يساء فهم كثير من الأمور في هذه النقطة. تماما. عبد الله سليمان أوغلو، صحفي مختص بشؤون اللاجئين، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمة، وأيضا الأستاذ المحامي أسامة عبد الرحمن، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. كملي معكم مشاهدينا، فاصل ورجعين.